الفوز فوز مستحق، الهلال واضح انه يسير اتجاه اللقب. الحمد لله رب العالمين، مبروك لكل جماهير الهلاليه. الحمد لله اداء مميز والحمد لله توج بنتيجه مميزه الحمد لله. ما كنت لما سجل الفتح هدف السبق ما كنت خايف من انه المباراه في خطر؟ والله انا اعرف فريقنا الحمد لله، فريق يعني واثق من نفسه، فريق ثقيل لله الحمد يعني، لكن تسجيل الهدف مبكر ما زال كان في وقت، لما سجل دقيقه اعتقد 12 كان في وقت كبير جدا، ولكن كنت واثق الحمد لله ان شاء الله بنستطيع التعديل والتقدم. It's not good maybe concentration and not strong maybe what الهلال بيتر تيم سترونج تيم الهلال. Yeah it's good team. It's congratulations. مشكلة فيكم ولا في الجهاز الفني ولا في لا 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 الجهاز الفني ما عليه من اللاعبين طبعا، احنا نتحمل الخسارة ما يتحمل الجهاز الفني ولا شيء، لان احنا في النهاية اللي نلعب. وتشوف انت لو جهاز فني شفت انت في بداية المباراة احنا تقدمنا خلصنا الفارق، لكن الفار مثل ما تقول، لكن الفار انصف الفريق اللي انصف الفريق. طيب اخطاء عندك، اخطاء في المباراه، اخطاء يتحمل اللاعبين. الهلال يستحق الثلاث نقاط والاربع اهداف. اكيد اكيد يستحق الاربع اهداف ويستحق، قدم مباراه كبيره، هاجم بشكل اللي المفروض هو يهاجم فيه، الفرص اللي جاته سجلها، واكيد احنا فرص جاتنا فرص يمكن لو سجلناها كلها وصلت اربعه.